انا شكرت حضرتك، بس في اللي اهم من الشكر، ان انا كنت عايزه اتاسف لك. تأسفي لي على ايه؟ على فكرتك عن يعني في الاول، يعني هي اتغيرت طبعا. عموما يا ست فرحة. مفيش داعي للأسف، اني ما اعرفش مين اللي يتأسف لمين. تصبحوا على خير. وانت من اهل قلت لكم وانتوا ما سمعتوش حديثي. والله انا مستعجب، اكيد المره دي سحرت لهم. يا صبري بزياداك الله يخليك، ما عاوزينش نصيبه على اخر الزمن. واد عمي رفيع به ما دام حلف وقالها والله يعملها، ولا تهمه حاجه. يضربني بالنار اياك ها؟ امال عاوز تتهم واد اخوك في نسبه وتخلي سيرته على لسان الناس عشان لما يكبر ما يقدرش يطلع في وش حد؟ وعاوز عمو يسكت لك؟ ايوه عمو. ايوه صبري، الواد ده واتفارس به صح. ان شاء الله يخليك يا ابوي. اها قل له. وعرفت كيف؟ انا فاكر ابوه الله يرحمه وهو صغير في سنه كده، لما كان اخوه سلطان بيه الله يرحمه يوم الغفير يركبوا مهرته. والله ورب شاهد، الواد اللي شفته النهار ده ما يفرق عنيه شعره واحده. انت كنت صغير مواعيشي، انما انا فاكر زي ما يكون النهارده. يا سلام يا سبحان الله. كنا سالنا الدكتور اللي بتقول صبري قفل على الموضوع ده نهائي، واشوف لك موضوع تاني تخبص فيه. اخبص اخبص كيف يعني؟ ايه في حاجة؟ لا مفيش، هي فرحة راحت لك الاسطبلات النهاردة. فرحة؟ وايه اللي حيودي فرحة هناك؟ يعني ما راحتش. كيف يعني تروح كيف؟ دي كانت رايحة قدامي. قدامك؟ اه، قلبها كان وكيلها على ولدها لما خدته معاك، وركبت راسها فالحاجة هودتها وشيعت معاها بدور غريبة دي. طب حتى اسأل الحاجة وبدور. انا لا اسأل حد ولا عاوز اعرف حتى. هي كانت بتقول لك ايه؟ هي مين دي؟ فرحة. فرحة؟ لا لا مفيش مفيش. كيف؟ انا وعيالها وهي بتتحدث معاك تحت. كانت بتتحدث عن ولدها؟ كانت بتقول لك ايه عني؟ انا قلت لك ان ده شيء ما يخصكيش. ده ما يخصنيش ده؟ ايوه، لما اقول لك بتتحدث عن ولدها يبقى شيء يخصنا احنا. سكت يعني؟ هقول ايه؟ مالك يا رئيسة شايلة الهم كده ليه يا بنتي؟ ما عارفهاش يما، قلبي حاسس ان سواه بفديقة. ديقة؟ ده عمره يبقى فديقة؟ انا مش على الفلوس يما. انت ايه؟ ما فيش مال غيرها؟ وحتى في غير الفلوس ده ما يغلبش واصل، ده زي التعبان. حد برضه يقول على جوز بنته كده؟ جوز بنته؟ النبي تعدلها لي يا رب. ليه؟ هو مش جوز بنتك؟ جوزها بأمر ايه؟ بأمر الورقة اللي انت دسها معاك. وعملنا ايه بالورقة دي؟ واه، مش دي اللي خربت الدنيا عليها؟ ما كنتش عارفة انها هتوقف حالنا دي. انا لما ياجي هقول له يا نفتحوا القهوة وتنزلي تشتغلي زي زمان، يا ينفذ الحديث اللي كان بيقولهولك ايام ربط الدماغ. حديث ايه دي؟
هو مش كان عاملك من البحر طحينة؟ كيف يعني؟ مش كان جايلك انه لما يتجوزك وبنته تتجوز هيقعدك وياه في البلة؟ كان جايلك كده ولا لا؟ كان. طيب ودلوقتي بنته اتجوزت وجوازها هنا وهو قاعد لحاله في البلة الطويلة العريضة دي؟ لا هو ما قاعدش لحاله، أبوه قاعد معاه. أبوه؟ وإحنا لسه حنستنه لما أبوه يودع؟ ما خبراش عاد. طيب ما تتحدتي معاه. طيب حاضر، بس مش دلوقتي. أمال ماتة؟ يما أنا بقولك أنا حاسة إن هو في ضيقة، تقوم تقولي لي أقول له مش خبرة إيه؟ حاسة. طيب. أيوه حاسة. هي الواحدة برضك مش بتحس بجوزها؟ آه تحس بجوزها لما يكون داخل طالع عليها مش بيجيلها زي الضيف. طب والنبي هي فرجت ايه؟ ده الاول كان احسن، كان بياجي اكتر من كده، ده له كم يوم ما وراش وشه. ما عشان كده بقولك هو ما يغيبهوش الا الشديد القوي. تاني برضك ولا ما انا خابره في خيبه كده طالعه لمين؟ صباح الخير. صباحية مباركة. مش النهاردة صباحتنا برضك؟ حتى لو كانت الناس فكرت انها اللي كانت من كام يوم دي. هتفرق ايه يعني؟ تفرق اني ما حسيتش فيها بفرحة دخلتي. خشيت من سكات ولا حتى زغروطة ولا كاني عروسة ودي اول فرحة ليها. انت معرفاش الظروف. عارفة بس ان كان على الحزن فميت الحزن بيقعد العمر كله. احنا حزننا بيقعد العمر كله لانه لا اللي راح عين ولا احنا نقدر ننسوه. لا بعد الشر انا مقصودش. ما قصدك ايه؟ انا اقصد فرحة العروسة بنفسها وفرحة اللي حواليها وفرحة عريسها بيها اللي بتبان حتى من غير زغروطة ولا طبلة. ده انا بيتت وحدي وصباحيتي محدش حس بيها ولحد دلوقتي. الظروف عاد وكانت قدامك. رفيع بيه انا في نظرك وحشة. مين قالك ديه؟ يعني لما شفتني عجبتك؟ هو طب امال ايه بس؟ ما قلت لك الظروف. لا مش الظروف دي، فرحتك بوالدة الفرسة اكبر من فرحتك بدخلتك وعروستك. انا حاسه بيها ولحد دلوقتي، صح ولا لا؟ يمكن. يعني ما بتنكرش؟ وانكر ليه؟ من لو قلت لك ما هتفهميش انا فرحت ليه بوالدة ريحانة كده. خلاص انا مزعلناش، احنا ولادي النهاردة. هتحس بيا وتحسسني ان عروستك اللي فرحان بيها. انت هتطلع بردك وتهملني؟ مش هتقعد معاي؟ اقعد كيف يعني؟ اقعد معاك وهمل شغلي؟ طب النهارده بس. ما اقدرش. هو حمدي بيتاخر كل يوم كده يا اما؟ لا يا ولدي، مع ان فرحه قالت لي انها هتجيبه في الفجريه.
تلقاه يا روح ستو لسه نايم لغاية دلوقتي. والله صحي وبتحميه وبتغير له. حكم هي بسم الله ما شاء الله زي الفل. دلوقتي تلاقي البدر هالل علينا عاد. ايوه يا اما، بس يعني هو ايه اللي عجبها في القطين بتوع الجنينه دول؟ ما تاجي تقعد معانا هنا في السرايا. والله يا ولدي قلت لها ما رضيتش. ليه بس يا اما؟ ربك والحق، البت نفسها عزيزه قوي. تلقاها قالت في نفسيها اقعد في السرايا بصفتي، وانا سبتها على راحتها. هلا تاخد ولدها وتهملنا وتمشي، وانا الشر برا وبعيد. لو ما شفتش حمد يوم واحد خلاص اروح فيها. واه يما، تهملنا كيف يعني؟ هي لو ما كانتش بنت اصيله وعملتها هنقدر لها على ايه؟ تاخد ولدنا وتمشي؟ يبقى لازمتنا ايه في الدنيا عاد؟ ما هو ولدها برضك يا ولدي. ولو واحدة غيرها كانت شافت نفسيها وخدت اللي ليها، وانت عارف الغالي سايب كديه. بقول ايه يا ولدي؟ ايوه يا ام. انت بتفطر لحالك ليه؟ بفطر لحالي؟ ما انا بفطر معاك يا ام. اسم الله عليك يا ولدي، بس مش تفطر مع عروستك؟ وما افطرش معاك ليه؟ انا متعود افطر معاك. بس يا ولدي دلوك الدنيا اتغيرت وعروستك ليها حق عليك. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اها البدر هل مش قلت لك؟ ايه يا حمدي بيه، عنك عنك. ايه يا عم النوم ده كله؟ اهي بديه انت زي ابوك لما كان الله يرحمه يعني يصحى الظهر. قول له ظهر ايه يا عمي؟ ده احنا لسه الساعه ما جاتش 8. اها سيبه، ده عايز ستو ما عايزكش انت. طب هو لما هيشوف اللي انا شايفه ما هيسالش لا في ستو ولا حتى في امه. يا سلام للدرجه دي؟ طب اساله كده جايب لي ايه بقى يا عمي؟ طيب اصبر. اها بصوا. ايه القطر؟ مش قلت لك يا فرحه؟ بس اصبروا احسن تركيبه بياخد دوشه قوي. شيل الوكل ده، ما عاوزاش اكل ولا تسمم. ليه كده بعد الشر عنيكي؟ هو كده انا عارفه حظي وجسمي في الدنيا. طب بس بس صلى على النبي كده ودي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. مالك يا ست نفيسه؟ ايه اللي بيك الشر بره وبعين؟ مالكي الصالح، ما حدش له صالح بي. انا عاوزه اموت، الموت احسن لي واريح لي. ان شاء الله دوينك. ما تقوليش كده يا ست نفيسه. وما اقولش ليه؟ اذا كان ما حدش حاسس بي، لا ابوي ولا جوزي ولا حد في الدنيا دي واصل. انا حاسه بيك يا ست الهوانم. ست الهوانم بأمارة ايه؟ دي فرحتهم بمهرة ريحانة اكتر من فرحتهم بيا. معلش معلش اصبري اصبري، ما تشمتيش حد فيكي. انت تقولي لي اصبري وابويا يقول لي ما تبينيش ليه؟ انا بحسش مش بني ادمه من لحم ودم. واه هو كان جرى ايه بس لده كله؟ جرى ايه؟ انت ما وعياش؟ امال بتقولي حسابيه كيف؟ يعني علشان اللي عاملينه مع واد ولدهم؟ ولا يهمك، هياخدوا فرحتهم بيه وبعدين خلاص. هو الواد بس. واللي اسميها فرحه دي يعني؟ هي ايه اللي مقعدها هني بعد جوزها ما مات؟ اللي اذا كانت بترسم واخده الواد حجه برضك. ولا يهمك، وانت يعني تايهه عن بنات بحري ولا حريم بحري؟ بس اطمني، صرافيع بيه عاجل وملهوش في العيبه والمسخره. وان كانت يعني هي لونها بابا، فانت كمان بدر منور. الله اكبر. ده لو كان بيحبني يا موزة، لكن هو ما طايقنيش لا في سما ولا في ارض. ده ما قدرش يقعد معايا الحل ساعه زمن واحده. انا دلوقتي اتاكدت انه خدني غصب، وانه لا 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 يا ست نفيسه، اوعاكي تقولي كده. ليه؟ مش هي دي الحقيقه؟ ك-
كيف بس يا ست نفيسة؟ هو في حد يقدر يجبر صرافيع بيه على حاجة حتى لو كان سواح ببيه؟ ما تأخذنيش يعني بزيادك، الحديد دي حفش ويقلل من قيمتك. هي لسه قيمتي ما تقلتش؟ واه واه دشطان عاد. أنا أصلي حبيته يا موسى، لما بوهاله قلبي بيتخطف وما بصدقش ان ده راجلي وحلالي، وبستغرب كيف اللي انا شايفاه في ده ما شفتوش من اول مرة وعتلو فيها، وكيف فكرت في غيره مرة حتى لو كان اخوه، ولما بوعاله بيتطلع للي اسميها فرحة دي نار نار بتجيت فيا. بس 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 ايدي ركك انتي على ايه؟ ركك تجيبيلك مني قطعة عيل، هو دي اللي حيلهيه عن واد اخوه اللي طلعت لينا من تحت الارض دي، وهيخليك عندي بالدنيا وما فيها. اسمعي انتي حديتي بس، عمر موزة قالت لك حاجة قبلك دي وما صدقتش فيها؟ اشتغل يا عم حمدي. عم حمدي عم حمدي زي ابوه الله يرحمه. اصحى يا حمدي عشان تشوف الهديه دي. لازم مش عجباه ده لسه صغير، بكره يكبر. يا انا كده اتاخرت. هو حضرتك رايح مزرعه الخيل يا رفيع بيه؟ انا هشق على الارض الاول وبعدين هروح اطمن على مهره حمدي بالاذن. صح، بالكم هو سماها ايه؟ مين ده؟ حمدي. حمدي برضو اللي سماه؟ امال ايه؟ طب سميتها ايه حمدي؟ بشرى. ايه اسم عفش؟ لا مش بطال. مش بطال؟ على كل إن انا ماليه صالح هو اللي سماها، قال ايه يعني انه بشرنا بقدومه ده اللي جه على غفله. فهمت. انما يا ست فرحة انت كنت بتسألي ليه؟ بسأل عن ايه؟ على ان يعني حضرتك رايح مزرعة الخيل ولا لا؟ ايوه. اصلا انا يعني كنت عايزة حاجة و... خير؟ قولي له يا بنت اللي عايزاها ما تستحيش. اصلا انا كنت عايزة اصور حمدي هو راكب المهرة وابعت الصورة لبابا. بس كده؟ انا عندي مكان التصوير من اغلاه واحسن نوع هصوره بيها، وعندي كمان مكان الفيديو هصوره بيها كمان. لا 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 صورة عادية، هو بابا برضو عنده فيديو. هو ما عندوش، لكن حمدي بيه عنده. يعني برضك ما تحددتوش في حاجة من اللي قلتلك عليها؟ هنتحدده في ايه بس ياما؟ اذا كنت بقولك شايل هم الدنيا على راسه. هم؟ هم ايه؟ ده لا حمد ولا شكرانية، واحد زيه غرقان في خير ربنا وناسب ناس ما كانش يحلم بنسبهم، ومتجوز واحدة زيكي تقول للقمر قوم وانا اقعد موت رحك، ومهوداه في كل اللي بيعملوا فيها، وفي الاخر شايل هم؟ لا ده يبقى كفر بنعمة ربنا. طب انت عايزة ايه دلوقتي؟ عاوزة اعرف راسنا من رجلينا وياه في ايه؟ في كل حاجة، فيك وفي شغلنا، واحنا قاعدين نكديه وحاطين يدنا على خدنا ومستنيينه، وهو يوم ياجي وعشرة لا. ان كان علي انا ملكيش صالح بيا. بخاطرك. طب والشغل؟ والشغل كمان ملوش عازة عندينا. واه كيف؟ هو انت نفسك فلوس يما؟ وبعدين ما هو بيدينا اللي بيعوضنا. يا بنتي دي حاجه ما دايماش، لو قالك بالسلامه من جوازه السر دي
وقطع عننا اللي بيديهولنا نجيبه منين الزباين اللي هاجت؟ ولا نمدوا يدنا للناس؟ احنا نمدوا يدنا برضك. طب واللي عندينا؟ الله اكبر يا بنتي الله اكبر. واه يما كفاياك حديث عاد، لما يبقى ياجي حلها الف حلات. انا ما كنتش فاكره ان المزرعه كبيره كده، ولا الخيل اللي فيها يساوي الادمان دي كلها. كيف ده؟ ده كله خيل عربي اصيل، كل حصان ولا فرسه ليه ملف كامل وبنسبه لكذا جد، ومعروف مش في مصر بس، لا وبره كمان، بس طبعا عند اللي بيفهم فيه. الله اكبر، انا ما بحسدش يا رفيع بيه. هتحسني مالك؟ ما انت وحمدي ليكم فيه، اتفضلي. قصدي حضرتك حمدي بس. انا قلت لحضرتك قبل كده ان انا متنازله عن كل حاجه. وبعدين ما تخافش مني، حتى لو ليا صحيح بيقولوا ان ما يحسدش المال الا اصحابه، بس مش انا. بجد يا رفيع بيه، انا عايزه اتنازل لحمدي عن كل حاجه بورق رسم. طب ما تستعجليش، فكري الاول زين. افكر في ايه؟ يمكن تراجعي نفسك. انا بعد ما فقت من الحادثه اللي حصلت لي قررت اني خلاص خدت حظي من الدنيا، لاني مش هلاقي راجل يحبني ويعطف عليا زي فارس الله يرحمه. لما عرفت اني حامل منه وعشت 9 شهور شفت فيهم الويل، بقيت متعلقه بين الحياه والموت ومعرضه لاجهاض في كل يوم، دعيت ربنا بيني وبين نفسي انه لو نجاني ورزقني بولد عشان يحفظ لي ذكرى فارس عندي ويرجع لي كرامتي قدامكم، هعيش طول عمري ما مفكرش غير فيه. رجع لك كرامتك. انا اسفه طبعا اللي بقول كده. انا قلت لك قبل سابق مين اللي تاسف لمين. طب والحكايه دي تشغلك في ايه؟ واه وكيف ما تشغلنيش يعني؟ انا مش على فلوس، انا على معناه اللي تعمل ده. مش لو كان عمله صح؟ ماني بسألك. ها وانش عرفني؟ ما انا قاعد هنا. صح، بس ده اخوك وانت خابرة زين. ولما هو اخوي عاوز نخبص عليه يعني؟ تخبص عليه احسن ما تودي روحك. اودي روحي كيف يعني؟ اصلا انا هعرف هعرف، فان كان اللي في بالي صح حيكون لي تصريف معاه ومعاك انت كمان. وايه هو التصريف ده ان شاء الله؟ هتعرفه. هو يعني هيتعمل من وراك؟ طب هتعرف كيف ان كان وهب بيعملها ولا لا؟ هجيب اللي بيقولوا عليه حديه وابو زدان ده الحد هنا واقرره. مين حديه وابو زدان ده؟ اديك ما تعرفوش يعني، لو كان واخد السمعه صح في العصا كنت تعرفه. وهجيبه هنا كيف يعني؟ مليك الصالح، ان شاء الله حتى اخطفه. طب اسمع اللي هقوله لك زين، انا هقول لك على الفايده واريحك يا راي الشندي. اذا كنت فاكر ان الجبل والرجاله اللي معاك دول هيحموك تبقى غلطان. انا اللي ورايا وعر منيكم، وخبرين احنا فين دلوقتي، فما تودرش نفسك معاهم يا واد عمي. ايه صبرك بالله، ده اول هام في الحديد. تاني هام ما تاخذنيش، انت بردك فهمك على كدك. ايه بتقول؟ ايه قلت لك صبرك بالله واسمع الحديد لاخره. طب قول لما اشوف. انا اساسا ما قعدتش هنا، انا واللي معاي لازم نترك الجبل نهمل البلد كلها، وخبرين هنروح فين والمين، فما تخسرناش عشان ملاليم. انت بتقول ايه؟ انا ما فاهمش. مش قلت لك فهمك على كدك؟ انا برضك هفهمك. عشان نهملوا البلد تلزمنا فلوس، والفلوس دي انا خبرها فين وهجيبها كيف، بس اقدر اقوم وقف على رجلي، وساعتها اقدر اخد منيها اللي انا عاوزه، وانت كمان تقدر تاخد منيها اللي انت عاوزه. وبعدين دول مش 10,000 كيف اللي بكيان عليهم، لا دول ميات الالوف وذهب وبلاوي متلتله. فاذا كنت عاوز تعمل اللي في بالك اعمله، انت حر، بس اللي وراي مش هيهملوك واصل. انما عاد لو صبرت لحد ما اقدر اقوم واقف على رجلي يبقى انت الكسبان. وحكايه اخوي وهبي مليكي الصالح بيها واصل. ها قلت ايه؟ طب وانا ايه يضمن لي؟ ولا حاجه، كلمتي. خشوا يا رجاله. ايوه على مهلكم على مهلكم. ايوه حطوهم على الترابيزه. يلا ها ايوه بالراحه.
الراحة. تمام، مع ألف سلام. مع السلام. أبوي يا تاني القوي شايفين؟ ايه ده تلفزيون؟ مال وده كمان فيديو. فيديو ده كتير قوي يا رفيع بيه. بقى تلفزيون وفيديو كتير على حمدي بيه العزايزي. وايه ده كمان؟ يعني هو الفيديو هيشتغل لحاله؟ ده شرايط القط والفار الامريكاني. علشان يتفرج وينبسط. يا جماعه ده لسه صغير مش هيفهم الحاجات دي. ايه ده؟ سامع يا حمدي؟ امك بتقول عليك ايه؟ بتقول عليك صغير ما بتفهمش. وده الشريط اللي احنا صورناه له. بجد؟ ودول الصور اللي خدناها له. وريني. الله. وريني يا فرحه. الله يا ربي. ايه رايكم؟ جميله. يلا يا حمدي اصحى وقول لعمك مرسيه. بس مرسيه على ايه ولا ايه؟ طب تعال تعال اوريلك كيف تشغلي له الفيديو. تعال. لسه ما عداش وقت كتير يا غزال. ماذا كنت تعني بحديثك للري شندي أيها الأمير؟ وهل كنت جادا فيما ذكرته عن هذا المال؟ وهل يهزل الأمير يا أخي؟ طب من أين؟ من أخيك؟ أخوي؟ أخوي هيدينا كذا 100,000 وذهب برضك؟ إذا من أين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت فين؟ ايه كنت فين دي؟ انا عارفة. طب لما انت عارفة بتسألي ليه؟ وقيت لك من الشباك جبت التلفزيون والفيديو وديتهم لها. شي كده؟ جبتهم لود اخويا نفيسة. وهو ود اخوك ليه في التلفزيون ولا يعرف يتفرج على الفيديو؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما بتردش عليا يعني؟ ما بردش عليكي عشان حديتك في تلميح ماسخ، وانا لو رديت عليكي حيبقى ردي واعر عليكي قوي. ليه؟ عشان كلامي جه على الوجيعه؟ وجيعه؟ رفيع بيه اتجوزتني ليه؟ رد عليا. لو حسك عيني عليا تاني مش عصلك. طيب محدش حس ويعلى على رفيع العزيزي، فهمه؟
عاوز نقعد ساكته وانا حاسه اني اقل من خدامه في السرايا هنا؟ عاوز نقعد ساكته وانا واعيه للرسم والمسخره وماتي قدام عيني؟ اخلصي. صباح الخير يا ولدي، كنت فين؟ لا ابدا، انا كنت بطمن على المهره بشرى. ليه فيها ايه؟ لا يا ماما ما فيهاش حاجه، ما تقلقيش. رفيع يا ولدي، انت ما بيتش عشيه في فرشتك ولا ايه؟ فيه يا ولدي، كفى الله الشر. سلامتك يا أما، سلامتك. ما فيش حاجة، ما فيش. أنت زعلان مع نفيسة؟ حصل بيناتكم حاجة؟ لا بابا. صباح الخير يا عم. صباح الخير يا ست. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يروح ستو. يلا احكي العم وستو بقى ميكي ماوس اللي أنت شفته مبارح. بالإذن. في ايه يا ماما الحاج؟ انا محجوجه لك. مش هعمل كده تاني ولا هعلي حسي عليك تاني، بس انت ارضى عني وما تزعلش مني. قومي يا نفيسة، قومي. كان غصب عني، لانك بقيت بين يوم وليلة كل دنيتي. انا بقولها من غير ما استحي، لان مش عيب ان الواحدة تعشق جوزها. عيب يا سيرة في عبيد؟ لا، حقك يا نفيسة، حقك. وانت يا رفيع بيه، لا ما تقولش، انا ما عاوزاش اسمعها منك، لا بقى ولا بلا. خلاص يا نفيسة، خلاص. يعني سامحتني؟ ربنا سامحنا كلنا.
اللي انت ما تعرفوش انا فيزه. ان اخوي الله يرحمه مات وهو فاكر ان انا غضبان عليه. مات من غير ما اقول له. حقك علي، انا كسيت عليك. فانا ان كنت بعمل اللي بعمله ده عشان اقولها له في ولده، بعمله كمان عشان ظنيت السوء في مرته في وقت من الاوقات، بعمله عشان خاطر امي اللي شافت في ولد ولدها، اللي اتاخد منها على غير انتظار فبقي نور عينها، رجعها لدنيتها بعد ما كانت بتودعها. اللي لازم انت تفهمي يا نفيسة ان فرحة لازما ولابد تقعد هنا معززة مكرمة، طلباتها مجابة حتى من قبل ما تطلبها، وتبقى اهم واحدة في السرايا هنا. هنا لو خدت ولدها محدش منين حيقدر يقول لها حاجة. بس أمي هي اللي حتروح فيها وهي بتلعزيزة، اللي ما يقبلوش إن ولدهم يتربى بعيد عنيهم ولا حد يربه لهم. فهمت أنا بعمل كده ليه؟ يا ريت يكون ده السبب. صح يا رفيع بيه. يا بنت قومي كلي معايا لقمه بدل ما انا باكل لحالك ده. كل انت يا امه بالهنا والشفا. ليه يا بنتي؟ ده انت ما اكلتيش النهار بطوله، وامبارح واكلتك ولا الزرزور. ماليش نفس يا امه. يا بنتي ده انت عدمتي وتبلتي. بقول لك ماليش نفس، وكمان نفسي غم عليا مش عارفه، كانه داخله على برد. تلقيه من قله الوكل والغذاء، مش بقول لك. طب خدي من يدي دي حته الكبده تجويكي وتكتر الدمويه عنديكي. بعيديها عني، مش طايقه ريحتها. ليه؟ دي حتى طازه وريحتها تفتح النفس. طب حتى خدي حته واحده وكليها غصب. الله، ايه الحكايه؟ ده اللي انا كنت خايفه مني. ايه هو ده اللي انت خايفه مني؟ ما عرفاش. الوهم الوهم يا بنت ستيته.